القضايا يستقر في القضايا فتعرف بأنه صر علينا بأنه تزيد ديالو يقضي منا يخرجوا نصا نظاميا مرتبطا بالجلسة على السلطة القضائية وكذلك مرتبط ب شنو هو الثاني؟ قانون تنظيمي للقضاة وفي نفس هذا نظام أساسي وفي المسألة الثانية هو استقلال النيابة العامة عن السيد وزير العدل استقلالا كاملا ودابا أصبح عندنا رئيس النيابة العامة اللي هو السي محمد النبوي الذي خرج في اطار اعطاء واحد بعثه ميدان للمواطنين بانه راه النيابه العامه وان استقال وان اخذت الاستقلاليه تاعها التامه فهي كتبقى في خدمه المجتمع وكما قلنا بانه النيابه العامه خصم شريف الدور تاعها وهي تحافظ على النظام العام في المجتمع وتدافع على الطرف المعتدى عليه من ضد الطرف المعتدي عن طريق تحريك المتابعه اللي كتحال على القضاء باش انه ياخذ فيها